بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. ألف شكر على كل الناس اللي اتصلت اللي اطمنت عليا، وألف شكر على الناس اللي بعتت لي رسائل على الخاص بتطمن عليا. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير، وسنة سعيدة إن شاء الله عليكم جميعا. طبعا انا ما بطلعش كتير، لان ما بطل... انا ب... انا قلت قبل كده انا ما بطلعش اعمل فيديو الا لما يبقى في حاجه مهمه الواحد يستاهل يتكلم فيها، لان انا ما بحبش الظهور عامه كتير. عايز اتكلم معاكم بخصوص موضوع البلاغيت اللي هو شغل ناس كتير وعامل مشاكل كتير. ده انا هكلمك عن تجربتي الشخصيه. انا طب انا جربت المنتج ده، تمام، اشتغلت بيه، تمام، جاب نتيجة جامدة أوي في الأول، بعد كده النتيجة بتاعته قلت شوية. أنا معرفش السبب، هل عشان اتراكم فترة أو المقاس خدت مناعة منه. أستاذ علي كان عامل برضو إعلان على منتج، أنا اشتريته برضو المنتج أهو، جربته جاب نتيجة برضو كويسة، تمام كده. مع الوقت أنا اكتشفت إن إحنا دلوقتي بنعالج عرض مش بنعالج مرض. ازاي يعني؟ العلاج ده كله سواء النقط اللي احنا بنستخدمها دي، سواء النوع ده او النوع ده، هو بيعالج عرض بس، اللي هو عرض احنا شفنا بلاغيت بنحط العلاج، لكن المرض ذات نفسه بيتنته موجود. المهم البلاغيت دي سببها ايه؟ البلاغيت دي وجودها عند المعيز سببها ان وجود في المكان فران، الفران هي اللي بتنقل البلاغيت دي. لو المكان ده ما فيهوش فران مش هيبقى فيه بلاغيت. فيبقى العلاج اول حاجه لازم اعملها لازم اقضي على الفيران في المكان عندي. يبقى اول حاجه اعملها يبقى لازم اقضي على الفيران. لو قضيت على الفيران يبقى انا قضيت على البلاغيت. يبقى انا اقضي على الفيران مع العلاج مع اهم حاجه النظافه. ده بالنسبه لموضوع البلاغيت. موضوع تاني، موضوع الاسهال عند المعيز الصغيره. المعزه بتولد تاني يوم بتلاقي فيه اسهال، بعد كده بتحصل مضاعفات والمعيز الصغيره بتموت. طبعا اي حد هتساله على المرض ده هيقول لك ادي عندي انتينال او كبت مركب، عامه علاج للاسهال. برضو انا بكلمك عن تجربتي الشخصيه في العلاج ده، اللي انا بحكي لك ده هو حصل معايا وانا بقول لك انا عملت ايه. حصل عندي موضوع الاسهال ده وفي حاجات ماتت، تمام. موضوع تاني، موضوع الاسهال عند المعيز الصغيره. المعزه بتولد تاني يوم بتلاقي فيه اسهال، بعد كده بتحصل مضاعفات والمعيز الصغيره بتموت. طبعا اي حد هتساله على المرض ده هيقول لك ادي عندي انتينال او كبت مركب، عامه علاج للاسهال. برضو انا بكلمك عن تجربتي الشخصيه في العلاج ده، اللي انا بحكي لك ده هو حصل معايا وانا بقول لك انا عملت ايه. حصل عندي موضوع الاسهال ده وفي حاجات ماتت، تمام. اكتشفنا علاج تاني، ان اهم حاجه اول ما يجي لي الاسهال، ما اشوف الاسهال اول يوم عند المعيز الصغيره ما اديهمش علاج على طول. لازم ادي اول يوم ما اديش العلاج بتاع الاسهال، لازم ادي محلول معالجه الجفاف الاول طول النهار 3 4 مرات او 5 مرات، عقبال ما يبتدي المعيز الصغيره دي ترد صحتها، بعد كده ادي الانتينال وادي الكبت المركب لعلاج الاسهال. برضو نفس المشكله، انا عالجت دلوقتي، عالجت العرض، لكن المرض ايه سببه؟ سبب الاسهال اللي بيجي في المعيز ان الضر بتاع الام وهي بتولد بيتلوث، بينزل عليه دم، بينزل عليه ميه، لما يبتدي المعيز الصغيره ترضع منه يحصل عمليه التلوث ويحصل عمليه الاسهال. يبقى انا المفروض اول ما المعزه ما تولد بجيب قماشه مبلوله بميه دافيه، لا ساقعه ولا سخنه، بميه دافيه، وابتدي انضف الضر وامسح الضر وانضفه كويس، وبعد كده ارضع منه المعيز. يبقى انا كده ضمنت سلامه المعيز. يبقى انا كده ضمنت سلامه المعيز. يبقى لازم اول ما الام ما تولد او طلعت لقيتها والده، اجيب خلقه مبلوله وميه فاتره، ميه لا دافيه لا سخنه قوي ولا ساقعه، وابتدي انضف الضرع، امسحه مسحه كويسه، بحيث ما لان الضرع كده كده ما متلوث.
تاني حاجة، أول ما الميز لما تيجي تولد لازم أجهز لهم مكان يقفوا فيه. المكان ده عبارة عن قش رز ويكون بكثافة عشان أمنع عنهم الرطوبة عن الصغيرين، وفي نفس الوقت أحافظ على نظافة الدرة عشان لما الميزة تيجي ترقد ما ترقدش على تراب ويبتدي يحصل عملية التلوث. يبقى أنا عندي في الحالتين، في حالة البراغيث وحالة الإسهال، أهم حاجة يا جماعة النظافة والاهتمام بالمكان اللي الحاجة هتعيش فيه. آدي بخصوص المعيز. في موضوع مهم كنت عايز أتكلم فيه، أنا عارف اللي هو ملوش علاقة بموضوع المعيز، يعني أنا كده خلصت على الأستاذ حسن لو عايز يشطب النص ده يشطبه، يعني الجزء اللي أنا هتكلم فيه بعيد عن سكة المعيز خالص، لو عايز يمسحه وينزل الجزء اللي يخص مجال المعيز ما فيش مشكلة. أستاذ محمد صاحب قناة الاقتصاد والفلاح برضو إن أنا بقول لك اهوت، لو أنت حبيت امسح الجزء ده وتخلي الجزء اللي يخص المعيز وده من حقكم، ما عنديش أي مشكلة. لكن الموضوع اللي عايز أتكلم فيه حضراتكم ده، أنا رأيي أنا أهم من المعيز لأن الموضوع يخص ولادنا إحنا. عايز أقول لحضراتكم إن في الإعلاميين بتوعنا ومنصات التواصل الاجتماعي بقى في ظاهرة غريبة كده، الإعلام ده لما يجيب لك واحد الواد اللي هو أبو دراع اللي هم عاملين عليه ضجة، اللي بياخد حقن في دراعه عشان ينفخها ويعمل من ده نجم، ده إعلام فاسد. الغرض منه تدمير عيالنا. أنت بتجيب لي عيل واخد حقنة نفخ لدراعه تعمل منه نجم، بتعلم عيالنا ياخدوا حقن عشان الواد يمشي دراعه منفوخ، وكل الدكاترة أجمعوا إن ده اخرته هيقطعوا دراعه لان ده مرض. انت بتدي حقن تنفخ، ما ده بيعمل سرطانات وبيعمل موال ازرق وفي الاخر بيحصل بتر للدراع. تجيب لي واحد ملوش اي قيمه جاهل عشان غنى اغنيه تستضيفه في كل البرامج وتعمل منه نجم. بتجيبوا ناس حشاشين وناس خمرجيه عملتوا منهم نجوم. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان الكلام ده بيضر عيالنا. انا عايز اقول لحضراتكم، لما يبقى انت عندك ابن هتقول له ذاكر ازاي وهو شايف واحد جاهل بقى نجم وبقى معاه فلوس وبقى مشهور والناس كلها بتسقف له؟ انا عمري ما شفت اعلام بيضر شعبه زي الاعلام بتاعنا ده. عمري ما تخيلت ان هم يجيبوا واحد البلطجي يعملوه نجم، قليل الادب يعملوه نجم. الاعلام بوظ جيل، الجيل اللي طالع ده كله تشوف منظر العيال وسلوكياتها في الشوارع. الواحد يعني ده لو اسرائيل هي اللي بتعمل كده، هي اللي بتحاربنا كده، مش هتعمل فينا كده، مش هتضيع اجيال كامله. انتوا متخيلين اللي احنا وصلنا له؟ ومطلوب من كل واحد فينا يخاف على ابنه ويخاف على اولاده. احنا بنتحارب يا جماعه، الاعلام ده بيحاربنا في اولادنا. الاعلام ده بيحاربنا في ولادنا، ناهيك عن التعليم والغم اللي فيه ومشاكل اللي فيه. انا عارف ان الموضوع اللي انا بكلم حضراتكم فيه ده